أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع كلية البحرين التقنية بوليتكنيك المسابقة العلمية كأول هاكثون نسائي للمرأة البحرينية بعنوان تنافس وابتكار ومسرعة الأعمال برينيك باتلكو في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل. مسابقة علمية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، يطلقها المجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان هاكاثون المرأة البحرينية، تشجيعا للمرأة على الإقبال والإبداع في مجال تطوير وتصميم البرامج. نحن اليوم موجودين للإعلان عن فتح باب الاشتراك لمبادرة جديدة تابعة للمجلس الأعلى للمرأة، وهي أول هاكاثون نسائي على مستوى مملكة البحرين سيتم تنظيمه تحت مظلة يوم المرأة البحرينية، والذي تم تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل. ومن أهم مخرجات الهاكاثون إن شاء الله متمنين أن احنا نقدر نطلع بعدد من الحلول الذكية والحلول المبتكرة من خلال تطبيقات إلكترونية يتم تطويرها من قبل مشاركات، وإن شاء الله الفائز أو المشروع الفائز بهذا الهاكاثون ناويين أنه يتم تبنيه على المستوى الوطني، وأنه كتطبيق يتم نشره وتفعيله على أرض الواقع. هي مسابقة لعرض مجموعة من الأفكار اللي تنصب على الجانب التقني. المتسابقين أو المشاركين مطلوب منهم أنهم خلال فترة زمنية محدودة جدا يعرضون أفكارهم بأفضل صورة. طبعا القائمين على المسابقة يرحبون بجميع المشاركات سواء كانوا أفراد أو كانوا فرق من جميع التخصصات من جميع الباك جراوند، وإذا كانوا من أصحاب الهمم أيضا مرحب فيهم. المسابقة تنصب على الفكرة بصرف النظر عن المشاركة. نشاطات متنوعة بانتظار المشاركات في المسابقة سيتم تقديمها من خلال مجموعة من ورش عمل ستتولى طرح كافة الطرق الممكنة لدعم المشاركات وصولا لمرحلة تسليم المشاريع للجنة التحكيم، ومن ثم إعلان أسماء الفائزات مع نهاية أكتوبر القادم. ممكن المرأة البحرينية تعمل في مجالات الطيران، في مجالات اللي ممكن تعمل في صناعة، لأن هي تقدر تعمل من البيت أو من المكاتب. فأعتقد احنا في الأوان الأخيرة شفنا أكثر من 65% من الابتكارات من الخريجات والطالبات البحرينيات، لذلك نتأمل أن نشوف مشاريع أخرى. المبادرات الغير أكاديمية لها القدرة على صقل القدرات والمهارات الوظيفية، هي مهارات القرن 21. أمثلة على هذه فن التواصل، راح المشاركات يضطرون أن يتواصلون مع بعض لكونهم في فريق واحد، استخدام التكنولوجيا لأن المبادرة نفسها تصب في مجال التكنولوجيا المتقدمة. يأتي إطلاق المجلس الأعلى للمرأة لهذه المسابقة العلمية كأول هاكاثون نسائي في إطار تنفيذ مجال التعلم مدى الحياة في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، الذي يهدف إلى صناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي والمهني ورفع قدرة المرأة على الاستمرار في التعليم والتعلم. هاكاثون المرأة البحرينية مسابقة ستلعب دورا كبيرا في تحفيز المرأة على الإبداع في مجال تطوير البرمجيات وتصميم البرامج، التي سيكون لها دورا كبيرا في تطوير مهارات المرأة التقنية لإيجاد حلول ذكية تحاكي الأحداث المستجدة في العالم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.